خلونا نتكلم عن مفاجأة حصلت في مصر وكنا الحقيقة مستنيينها من زمان. فكرة التنسيق في بلدنا، وقد إيه أنتوا حضراتكم شفتوا أن التنسيق بتاع زمان بقى حاجة وبتاع النهاردة بقى حاجة تانية خالص. شفنا كليات بيطلق عليها الكليات القمة بدأت أنها تنزل في المرحلة التانية اللي هتبدأ بكرة إن شاء الله لمدة 5 أيام. طيب احنا بنتكلم لاولادنا الطلاب اللي مخلصين ثانويه عامه واختياراتهم ومستقبلهم بعد كده. خلونا نقول ان المرحله الثانيه من التنسيق قلت لحضراتكم انها تنطلق بكره الثلاث وهتستمر لمده 5 أيام. طيب ايه اللي حصل في السياق ده؟ وزاره التعليم العالي والبحث العلمي اعلنت ان لسه في اماكن موجوده في المرحله الثانيه من التنسيق في كليات الشعب المختلفه سواء كانت العلميه او الادبيه. ده بالاضافه كمان للاماكن اللي موجوده في المعاهد الفنية اللي هي بقى لب الموضوع النهاردة، موضوع فقرتنا النهاردة، المعاهد الفنية. كلمنا قبل كده عن التعليم الفني في مصر وقلنا إن الثقافة بتتغير، المسلمات الموروثة بدأت تتغير، نظرة التعليم الفني في مجتمعنا اللي هي ما كانتش لطيفة يعني بدأت إنها تتغير بشكل كبير، لأن في تغيير جذري بيحصل على أرض الواقع في التعليم. طيب المعاهد الفنية أخبارها إيه؟ أهميتها إيه؟ قد إيه هتضيف للمتعلم بشكل كبير جدا، خاصة إن هو بيحدد مصيره دلوقتي ومستقبله. معانا الأستاذ عبد الرحمن عبادي مسؤول ملف التعليم العالي بجريدة الأهرام. يا فندم تحياتي لحضرتك. مساء الخير على حضرتك أستاذة آية وعلى السادة المشاهدين. طيب أنا عايز أستثمر تغطية حضرتك. اتفضل. حضرتك يعني حطيتي ايدك على لب الموضوع اللي المفترض يكون محور اهتمام المجتمع كله، اللي هو فكره التعليم الفني. التعليم الفني احنا بقى لنا عشرات السنوات بنتكلم هو فين، خاصه في ظل ان احنا دلوقتي في 6 سنوات الاخيره بنتكلم على دوله بتواجه تحديات كبيره جدا جدا في مختلف القطاعات. دولة لها طموح كبير في أنها تكون من الدول الصناعية المؤثرة في العالم بشكل عام. طيب هل تعليمنا الفني يواكب طموحنا وتطلعاتنا؟ أعتقد أن احنا في ال3 سنين الأخيرة بنشهد طفرة غير مسبوقة في مؤسسات التعليم الفني في مصر وفي مسارات تنوعها وتوجيهها ناحية تقبل المجتمع ليها. قبل كده دايما كنا بنتكلم على التعليم الفني انه مجرد شهاده يحصل عليها الطالب الفاشل اللي ملوش فرصه اخرى، سواء في مرحله بعد ما بعد الاعداديه او مرحله ما بعد الثانويه العامه. الطالب الحاصل على اقل المجاميع هو اللي كانت بتبقى قدامه فرصه المعاهد التكنولوجيا، المعاهد الفنيه المتوسطه اللي هي 2 سنين. كان الطالب بيخرج من المعهد ليس ما بيبحث غير عن شهاده وعن فكره تاجيل الخدمه الاجتماعيه، تاجيل التجنيد وبس. احنا دلوقتي بنتكلم بعد افتتاح الجامعات التكنولوجيه وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بان تكون الجامعات التكنولوجيه هي نقطه انطلاق نحو تكوين مجتمع تكنولوجي صناعي وفي مختلف التخصصات المطلوبه في مشروع التنمية المصري أو في خطة التنمية المصرية. بقينا نلاقي أن الجامعات التكنولوجية هي بتفتح مسار جديد لهؤلاء الطلاب اللي كانت طيب أستاذ عبد الرحمن تعليمهم بيتوقف عند مرحلة التعليم المتوسط.